في هذه الحادثة برزت مقاطع وصور ألمت كل اليمنيين وهزت مشاعرهم. ففي الوقت الذي كان الجميع يسارع لإسعاف المصابين عقب الحادثة، نادى أحدهم زوجته من تحت الأنقاض عائشة: عادش بخير؟ لينتقل هذا النداء من بين الركام، من بين ركام المنازل المدمرة بفعل هذه الجريمة، إلى العالم الافتراضي، ويتحول إلى هاشتاج نشط في منصات التواصل. المقطع التالي ينقل المشهد الذي نوديت فيه عائشة عقب التفجير بالعبارة التي صارت حديث الناس: عائشة عادش بخير؟ نتابع. هذه مرة داخل فجروها والمرة داخل البيت. عائشة فجروها والمرة داخل البيت. عائشة عائشة عادش بخير؟ هذه مرة داخل فجروها والمرة داخل البيت. عائشة فجروها والمرة داخل البيت. عائشة عائشة عادش بخير؟ مؤلم هذا النداء الذي تحول إلى ترند في مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على الكثير من التفاعلات. من ضمن التفاعلات على وسائل التواصل يقول عبدو الظليمي: من المسافة صفر يحاول إنقاذ عائشة، عادش بخير يا عائشة، ولكن عائشة وأهلها تحت الأنقاض ليسوا بخير. الرحمة والمغفرة لعائشة ولجميع الشهداء والشفاء للجرحى بإذن الله. عزاؤنا لأهاليهم وذويهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من أوجع قلوبنا بارتكاب هذه الجريمة النكرة وانتهك حرمة الدماء وحرمة هذا الشهر الفضيل.